مرحبا. منخفض الجو يلي عم نشهده رح يكفي معنا للقسم الأول من نهار الأحد قبل ما يبلش ينحسر تدريجيا بفترة بعد الظهر وترتفع الحرارة من جديد. الريح جنوبية غربية بتوصل سرعتها لل 45 كيلومتر بالساعة. ببيروت الحرارة بتسجل 21 درجة وأيضا بسور 6 بفريا، أما الأرز فتسع درجات. بيتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من 1200 متر ونسبة الرطوبة بتسجل على الساحل 64%. نظرة سريعة على طقس الأيام الجاية. الأحد بكفي الشتاء بالقسم الأول من النهار وبتتلج على 1800 متر، أما بعد الظهر فبتبلش تنحسر الأمطار بشكل تدريجي. التنين والتلاتة الطقس بيكون غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة والحرارة بتسجل 21 درجة على الساحل، أما الأربعة فمنشوف تحسن إضافي بالطقس والحرارة بترتفع أكثر لتلامس 23 درجة. هذا كان كل شيء، أنا بلاقيكم بالنشرة الصباحية وتصبحوا على خير.